لكم شباب. طبعا اليوم الفيديو مالتنا مختلف، الفيديو مالتنا جاي اشوفكم سول 2020. طبعا هاي السيارة فول كيا سول 2020، سيارة فول اي اكس، يعني فول للاخير. راح اشوفكم اياها واشوفكم لونها واشوفكم السيارة ايش قد حلوة. اذا عجبتكم هاي السلسلة راح كل فترة اسوي لكم هيك فيديو اذا شفت تفاعل زين. اللي يريد يعرف سعر السيارة خلي يشوف الفيديو، بنهاية الفيديو راح اذكر لكم سعر السيارة وان شاء الله يعجبكم. خليكم ويا الفيديو، خلي نشوف السيارة شنو مواصفاتها وش قد حلوة. اليوم بمعرض علي رئيس للسيارات الوارد الامريكي. طبعا هاي السيارة الفول ل 2020، ان شاء الله راح نشوفها ونشوف مواصفاتها ونشوف ضربتها ايش قد حلوة وايش قد خفيفة وان شاء الله تعجبكم. مبين السيارة من لونها حلوة وفول، وطبعا هذا اللون مميز. وهاي الفتحة مال السقف مالتها، سيارة بصمة يعني مو بصمة منومها. طبعا السيارة كراسيها جلد، مو جلد كامل، جلد ومخمل، نوعية راقية حيل. طبعا بها شاشة حيل كبيرة، هاي الشاشة بها نافيجيشن خرائط والسيارة يعني فول، مبينة فول من مواصفاتها. المحرك مال السيارة، طبعا محرك السيارة تنفس طبيعي، لا تيربو ولا غير التيربو، ومو جي دي اي، يعني احنا هو ام بي اي بس احنا جماعتنا يسموه دوش. والدهن مالته 5W20 زين. وهاي الباتري مالتها، الباتري مالتها للاسف يعني حجاره جامد، الباتري مالتها 70 امبير. شوف هنا اللغود مالتها او الفخذات مثل ما يسموهن. سياره كل شيء مالها، شوف الشواصي مالتها، شوفوا هنا هذا شنو هذا الاي بي اس مانع الانزلاق مال السيارة. هاي الفخذة الثانية، هاي قاعدة الفيوزات، ما شاء الله يعني كل شي ما بيها. راديترات 2 تبدل، خوش وامورك بالسليم. هسه خلصنا من سالفة المحرك والامور مال المحرك، هسه راح نشوف الاطارات مالاتها او التايرات مالاتها او الويالة ايش قد حجمهن. طبعا هذين الويالة الحجم مالتهن هنا أنا. شوف 235 45 ار 18، ال 18 يمنا اللي هنا يعني هذا الويل 18، وال 45 هاي، وال 235 هاي، يعني عرضها عرض التاير هذا نفس عرض تاير السورنتو. هذا التاير من يزيد العرض ماله يزيد لك الرزانة مال السيارة وتماسكه على الأرض. سيارة اي اكس، هاي الكاميرا مال السيارة، هذا الدعامية الخلفية على رئيس المعموري. شباب اريد لايك على الفيديو، كل ما مشتركين بالقناة اريدكم تشتركون حتى نستمر وياكم. طبعا السيارة ما مصلحة، السيارة تاخذها انت تصلحها وانت تضبطها على ايدك. السيارة ما بها شيء، حادثها حيل خفيف، مو بس خفيف. هنا السيارة بها وضعيات القيادة، محركة طبعا 2000 مو تيربو، تنفس طبيعي. وضعيات القيادة منا نغيرهن، منا نشغل السيارة ونطفيها، ومنا وضعية تسخين المقاعد، بها بس تسخين، للأسف ما بها تبريد مقاعد، بس تسخين. السايد بريك مالتها عادي يدوي، والجير مالتها 6 سرعات، يعني ناقل الحركة مالتها اوتوماتيك 6 سرعات. بصمة هنا ايش عندنا؟ اذا مبين وواضح نظام النقطة العمياء. طبعا الجامات الامامية اثنيناتن اوتو، دوسة واحدة يصعدن دوسة واحدة ينزلن.
طبعا السياره هنا شبيها بيها نظام النقطه العمياء تقدر تطفيه وتشغله منها، وبيها التحذير عند مغادره خط السير، ما بيها يعني ترجعك على المسار، بس تحذرك اذا غادرت خط السير. من هنا نتحكم بالمسجل والراديو، وهنا الشاشه العملاقه طبعا خلينا ناريه بيها على مود نعرف السياره ايش قد ماشيه، لان باتريها فد مره ميت. شباب السياره ماشيه 15938. هاي الشاشه مالتها، خلينا ندوس البصمه مره واحده. هاي الشاشه مالتها شباب، شوف ايش قد حلوه، نافيجيشن وامور ما شاء الله، اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، شاشتها كلش حلوه. كاميرا خلفية، مع الطقة للنار، الطقة للنارية. هاي الكاميرا الخلفية مالتها شباب، ما شاء الله الوضوح مالتها كلش عالي. شباب ملاحظة، أنا بصراحة ما أعرف بيها إيرباك ستيرن بس طاق، ومبدلي له إيرباك أصلي خوش على مود المصداقية تكون 100%. انا شفتها حسبالي الايرباك ما طاق، بس هي ايرباك ستيرن طاق ومبدلي اصلي على مود تكون المصداقية وياكم 100%. سيارة بيها شاحن لاسلكي، ما يبين للأسف، بيها شاحن لاسلكي وبيها تسخين ستيرن، يعني هاي سيارة فول الفول للأخير، بيها تسخين ستير، فتحة سقف. اشوفكم ذني الاضوية ليد ابيض، وهنا أنا هاي مال سيفتي، ما سيفتي، وهاي الجامة طبعا معتمة، اذا يجي ضوء قوي ابيض بعيونك هنا ايش راح يصير؟ هذا الضوء راح يصير هذا الضوء اخضر على مود ما يعمي عين السائق. 2020 مبين منها ذني مالاته زغرفات العل بيبان، وهذا كله جلد، يعني ماكو بلاستيك، ماكو بلاستيك هنا، كله جلد. نظام الصوت اللي بيها نظام مميز، يحتوي على 10 سماعات مميز، اتصور من انفينيتي، يعني نفس نظام سورنتو انفينيتي، يعني نظام انفينيتي من شركة الجي. هاي شركة الجي تسوي لهم هذا النظام الصوت تعطيهم اياه. الكراسي يدوية، يعني الكراسي التحكم بهن يدوي مو كهرباء. هنا نشوف المساحة الداخلية اللي يعني الصف الثاني للركاب، ايش قد بي مساحة كبيرة، شوف ايش قد بي مساحة كبيرة، وايش قد بي مسافة من هنا للرأس، يعني بصراحة مساحة كلش حلوة. والسيارة يعني الكراسي مالاتها تحس بيهن يعني فد كراسي مريحات، بيها مسند وسطي طبعا، هذا المسند الوسطي مالتها. هاي كراسي الصف الثاني من الداخل، شوف الباب مالتها ما بي بلاستيك، يعني قليل بي بلاستيك، بس هذا جوا، هذا جلد، هذا والله هذا جلد بس بلاستيك، بس مبين كأنه ما جلد، بس بصراحة مسوينه بطريقة كلش حلوة. شباب اللي يحب يشتريها هاي اكو غراض لها بالجنطة، شكو غرض تابع لهاي السيارة مخلينا هنا بالجنطة، يعني تستفاد معدن اثناء التصليح مال السيارة. هنا اللي ورا بها شاحن لاسلكي، شاحن مو لاسلكي العفو، شاحن موبايل، زين هيجي يطلع واضح شاحن موبايل. الجنطة مالتها مثل ما تشوفون، بس الجنطة بصراحة متروسة غراض ترس، غراض خاصة بالسيارة حتى اللي يشتريها ما يتعب،
يعني ما يحتاج هو غراض يشتري، يعني اللي يحتاجين يقدر يلقاهن هنا. هذا مفتاح السيارة، طبعا سيارة 2020 لازم يكون مفتاحها بهاي الصورة. نتأكد انه مفتاح السيارة هو نفسه، نفتحه من الجوزة من مكانه ونخليه هنا، نشوفه يتحرك بالجوزة، يفتح الباب، يقفل الباب، فتح الباب، قفل الباب. اذن هو هذا سويتشه او نفسه، تقدر تستخدمه وتخليه هيك. شوف شوف شلون هذا سويتش السيارة، نقدر نستخدمه هيك. شباب اللي يريد يعرف سعر هاي السيارة يدخل على انستغرام، يتابعنا على انستغرام ويلقى اول منشور راح يلقى السعر مال السيارة هناك. راح اخلي لكم ارقام مال المعرض مال جماعة علي ريس، اللي يحب يشتري هاي السيارة يجي هنا ويشرفنا للمسيب ويشوف هاي سيارة تعجبه، وان شاء الله احنا بخدمتكم. في امان الله.